هاد الفيديو غادي تعلمو كيفاش تهضروا بلونجلي بطلاقه وبالزربه بحال نيتيف سبيكرز وبحال لا كتهضروا بالدارجه. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. Hi guys, I hope you're doing well. مرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كانت هذه أول مرة لكم في لاشين، نعرف براسي سميتي ابتسام وكندير فيديوز اللي غادي يعاونكم باش تهضروا باللغة الإنجليزية بطلاقة، وفي نفس الوقت كندير فلوجز وكنقدم نصائح. So if you're interested in this content, make sure to subscribe. ما نطولش عليكم، نبداو. أول expression اللي غادي تعلموا كيفاش تقولوها بالزربة فحال لونجلي هي اللغة الأم ديالكم هي I have got to go. so هاد الجملة كتعني خاصني نمشي، ولا بغيتو تهضروا فحال native speakers قولوا gotta go gotta go، عوض ما تقولوا I have got to go قولوا gotta go. next I am going to I am going to، عوض ما تقولوا I am going to قولوا أما مثلا I am going to do this اللي كتعني أنا غادي ندير هاد الحاجة. I am going to do this غادي نقولو I'm a do this. next let me go كتعني خليني نمشي. let me go عوض ما نقولو let me go نقولو let me go let me go. I want to I want to I wanna I wanna. I want to go to the mall بغيت نمشي للمول. I want to go to the mall شنو غادي نقولو I wanna go to the mall. إلا بغينا شي حاجة غادي نقولو I want water مثلا water حاجة الماء. I want water. إلا بغيت ندير شي حاجة واحد الفعل غادي نزيدو to I want to go to the mall. so إمتى غادي نستعملو I wanna باش نهضرو فحال native speakers غادي نستعملوها ملي يكون واحد الفعل I want to go I want to do this I want to do that. next I don't know ما عرفتش. I don't know I don't know I don't know. next is he is he عوض ما نقولو is he غادي نقولو is he is he is he okay is he okay واش هو بخير is he okay عوض ما تقولو is he okay قولو is he okay. كاين دابا واحد تريند في تيك توك وفي انستغرام كلشي كيقول give me my money give me my money كيوقفوا شي ثلاثه كيبقاو يقولوا give me my money. so الا كنتو باغي نديروا هاد تريند وبغيتو تهضروا بحال نيتيف سبيكرز ما تقولوش give me my money قولوا give me give me give me my money give me my money. past tense ديال verb to ask اللي كيعني سأل يسألوا هو asked asked قولوا asked asked بلا ما تنطقو كي asked. I asked him about you سولتو عليك I asked him about you. next kind of kind of هاد التعبير هاد الاكسبريشن كتعني شيئا ما عوض ما تقولو kind of قولو kinda kinda. واش عجبتك هاد البلاصة do you like this place kinda kinda. مازال كاينين بزاف ديال الاكسبريشنز اللي نقدروا نقولوهم بالزربه فحال نيتيف سبيكرز ونهضروا بطلاقه فلوينتلي غادي نديرهم ان شاء الله في فيديو جديده. الا كنتو مهتمين بهذا الكونتينيو ميك شور تو سبسكرايب وما تنساوش تخليو لايك وتشوفوا الفيديوز القدام حيت فيهم بزاف ديال المعلومات اللي غادي يفيدوكم فحال الفيديو ديال اليوم. see you in the next video bye.